ضرب بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحرر بسور فصل سياسي يمنع أصوات الغزيين من تخفيف موازين الانتخابات المحلية أو تثقيلها بموجب قرار رسمي من لدن محكمة العدل العليا برام الله التي حصرت دائرة إجراء العملية الانتخابية في الضفة الغربية المحتلة دون قطاع غزة. قاضي العدل العليا علل قرار الإلغاء الذي أصدرته محكمته بما سماه عدم قانونية المحاكم في القطاع، مطلقا الحكم بنفاذ استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية غير محدد موعد الاستكمال الأبتر. وقد جاء قرار المحكمة غب صومها عن النطق بالحكم ساعتين من انعقادها، مصبحا الساحة الفلسطينية بقرار حجب القطاع بين يدي موعد الانتخابات التي كان مزمعا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في 8 من الشهر الجاري. حركة المقاومة الإسلامية حماس أشهرت موقف الرفض في وجه قرار محكمة العدل العليا الذي وصفه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق بأنه تسييس للقضاء وتعميق للانقسام، عادا إصداره بمثابة تقسيم مرفوض للوطن، موجها دعوة مفتوحة للقوى الفلسطينية برفضه. من جانبه قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس بلجنة الانتخابات في الضفة فايز وردة إن قرار تأجيل الانتخابات البلدية مسيس ومغلف تحت إطار المحكمة العليا، مستدلا باستنكاف محكمة الابتداء صاحبة الاختصاص والنظر في تأجيل الانتخابات من عدمه عن تولي إصدار القرار، ما يثبت أنه قرار مسيس بامتياز وفق تعبيره. وكانت المحكمة العليا أجلت في 23 من الشهر الماضي النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى جلسة اليوم ابتغاء إعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية. إيقاف بموجب دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية بحجة عدم إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وضواحيها والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.